مرحبا، بدي رحب فيكم بهالحصة الجديدة من برنامج مدرستي. مثل ما بتعرفوا هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. ومثل العادة ببداية كل حلقة رح نستمع لأغنية نتعلم فيها الأرقام. في أرقام صرنا نعرفهم كتير منيح، في أرقام هلأ عم نتعلمهم. تعرفوا أنه لما نعرفهم منيح بنصير نعرف نعد كل شيء، حتى بنصير نعرف العمر تبعنا. مثلا اذا حدا سالنا قد ايه عمرك او قد ايه عمرك، نعرف نعد ونقول لهم قد ايش عمرنا. وكثير مهم انه نعرفهم، نعرف نلفظهم منيح، ونعرف نكتبهم كمان حتى نعرف نستخدمهم بحياتنا. هلا خلينا نكون مع اغنيه الارقام. من بعد ما نسمع لهيدي الاغنيه رح نبلش بدرسنا الجديد لليوم. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. في مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح، اثنا عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون. رأيت شجر الليمون. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all. All the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. اليوم يا أصدقائي في عنا درس كتير حلو وسهل. اليوم رح نحكي عن جهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، يعني اليمين واليسار. منسميهم باللغة الإنجليزية right يعني اليمين، left يعني اليسار. انتبهوا، أنا عم بستعمل هلأ إيد اليمين وإيد الشمال، بس أنتو بعكسي. يعني أنا إذا بدي أسلم عليكم هلأ رح تمدوا لي إيدكم اليمين العكس إيدي، مش هيك هلأ بسلم أنا هيك، أنتوا بتمدوا إيدكم يلي مقابلة إيد اليسار. يعني شوفوا معي، أنتوا هلأ عندكم هيدي اليد اليمنى، your right hand هي هون، هاي هي your left hand اليسرى. تبهتوا؟ بس لأنه أنا عم بتطلع فيكم رح كون بالعكس، هيدي ايدي اليمنى وهيدي ايدي اليسرى. انتو كيف لما نسلم على بعض، when we shake hands، ما بنعمل هيك الايدكن اللي قبالي، الايد الثانية اللي بعكسها هيك بنسلم على بعض. فاذا انتو هلأ بدكن تطبقوا على كأنه انا واقفة هيك، يلا احفظوا ايها ايدكن اليمين، هيدي ايدنا اليمين the right hand بنسميها، وهيدي the left hand. نفس الشيء على اجرنا، نحن عنا اجر يمنى ورجل يسرى، هاي اليمين وهيدي اليسار. اذا انا برمت رح تصير مثل عندكم، هيدي اليمين
وهيدي اليسار. عيوننا عنا عين على اليمين وعين على اليسار. بين الأذن في عنا أذن على اليمين وعنا أذن على اليسار. انتو واقفين بالغرفة رح تطلعوا على الحيط يلي هو عن اليمين وتشوفوا شو في عليه، وعلى الحيط يلي عن اليسار وتشوفوا شو في عليه. فإذا رح نحكي اليوم عن اليمين واليسار. اتفقنا؟ اليمين هي عادة الإيد يلي منكتب فيها، يلي منشتغل فيها أكتر، منستعملها أكتر. في أشخاص بيناتنا ممكن يكتبوا بإيدهم اليسرى، ولكن بشكل عام عادة نحن منكتب بإيدنا اليمنى. The right hand. The right hand. Okay. Right يعني يمين. Left يعني يسار. لكن هلأ بإيدنا اليمين رح نحمل القلم حتى نكتب، وأنا رح أحمل الطبشورة بإيدي اليمنى. شفتوا أي إيد؟ اليمنى. هاي دي إيد اليمين. The right hand حتى أكتب. وإذا بدي أكتب هلأ باللغة العربية الأرقام، من وين لازم بلش؟ من اليسار أو من اليمين؟ رح أبرم على اللوح وإنتوا فكروا معي. إذا بدي أكتب 1 2 3 باللغة العربية، هل أبدأ من اليمين أم أبدأ من اليسار؟ فكروا منيح. 1 2 3 باللغة العربية، هل أبدأ من اليمين أم أبدأ من اليسار؟ من اليمين طبعا، من اليمين، لأنه باللغة العربية دائما نبدأ من اليمين. رح أكتبهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلأ إذا بدي أكتب باللغة الأجنبية الإنجليزية كمان، هل أبدأ من اليمين أم العكس أبدأ من اليسار؟ فكروا معي. إذا بدي أكتب 1 2 3 4 5 6، من وين ببلش؟ من اليمين مثل العربي أم من اليسار؟ من اليسار، صحيح، من اليسار ببلش أكتب الأرقام. رح بلش فإذن من اليسار باتجاه اليمين. بالعربي كتبنا من اليمين باتجاه اليسار، هلأ باللغة الإنجليزية رح نكتب من اليسار باتجاه اليمين. رح بلش اكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فإذا دايما باللغة الإنجليزية بنكتب من اليسار إلى اليمين، وباللغة العربية بنكتب من اليمين إلى اليسار. انتبهوا كتير منيح، ما تنسوا اليمين يعني رايت، اليسار يعني لفت. بالعربي منبلش من اليمين إلى اليسار، منقول from right to left. وبالإنجليزي منبلش من اليسار إلى اليمين، بالعكس from left to right. ما تنسوا كمان إيديكم، دايما تذكروا إنه الإيد اليمين هي اللي منكتب فيها، وتحت دغري بتجي الإجر اليمين والأذن اليمين والعين اليمين. والإيد الشمال اليسار نحن بنسميها، بنقول عنا إيد شمال، ولكن هي الإيد اليسرى على الجهة اليسرى اليسار. نفس الشيء، الإجر هي اليسرى، العين هي اليسرى، والأذن هي اليسرى. ودايما تذكرون
جربوا هلا صيروا فرقوا بين اليمين واليسار. Right and left. خلونا نتابع أصدقائي هلأ مع بعض التمارين عن اليمين واليسار. صرتوا تعرفوا؟ يمين رايت يسار لفت. عيدون معي. يمين يعني رايت باللغة الإنجليزية، يسار يعني لفت. اتفقنا؟ يلا هلأ رح نعمل تمارين على اللوح، وفي عنا فراشات حلوين كتير كتير عم بيطيروا بالجو. فراشة رقم واحد، فراشة رقم اثنين، فراشة رقم ثلاثة، فراشة رقم أربعة. والفراشات بحبوا الزهر. هيدي زهرة رقم واحد، زهرة رقم اثنين، زهرة رقم ثلاثة، وزهرة رقم أربعة. الفراشة بدها تروح على الزهرة. أول فراشة بدها تروح على أول زهرة، ثاني فراشة بدها تروح على ثاني زهرة، وكل فراشة بدها تروح على الزهرة يلي بالها. رح أمسك أنا لون أزرق، طبشورة لون أزرق، ورح أعمل الخط يلي بدها تطير فيه الفراشة لتوصل على الزهرة. وانتبهوا إذا أنا عم ببدأ من اليمين أو من اليسار، طلعوا منيح. رح أبدأ من الفراشة إلى الزهرة. من وين بلشت؟ من اليمين أم من اليسار؟ تاني فراشة بدها تروح كمان على الزهرة بنفس الاتجاه. عم ببدأ من اليسار، صحيح، من اليسار، من اليسار إلى اليمين، من هون لهون. ثالث فراشة رح ناخدها لعند الزهرة كمان اللي بوجه، وبعدين آخر فراشة كمان من اليسار إلى اليمين. فإذا الفراشة هي على اليسار والزهرة هي على اليمين. الفراشة على اليسار والزهرة على اليمين. الفراشة on the left side. left ما تنسوا الكلمة left side، يعني يسار الجهة اليسرى. right side الزهرة على الجهة اليمنى، the right side. كتير منيح. هلأ في عنا دجاجات. هيدي دجاجة رقم واحد، دجاجة رقم اثنان، دجاجة رقم ثلاثة، ودجاجة رقم أربعة. وكل دجاجة بدها تروح على البيت تبعها. الدجاجة بدها تجي على الأم البيت تبعها. رح أرسم كمان خط من عند الدجاجة على بيتها. كل دجاجة بدها تجي على بيتها. انتبهوا منيح على اتجاه الخط. بدها تجي من هون لهون. رح أرسم باللون الأزرق الخط، وانتبهوا إذا أنا عم بجي من اليمين أو من اليسار. بدها تمشي على هيدا الخط لتوصل على بيتها. ركزوا كمان مرة. الدجاجة التانية بدها تجي على بيتها، ورح ابدأ من هون. هل أنا ببدأ من اليمين أو من اليسار لتوصل الدجاجة على بيتها؟ من اليمين، صح، عم ببدأ من اليمين إلى اليسار. الدجاجة على اليمين وبيتها على اليسار، وعم نرسم الخط يلي بدها تمشي عليه لتوصل على بيتها. فإذا الدجاجة على الجهة اليمنى right side، والبيت على الجهة اليسرى
left side. انتبهنا منيح، الجهة اليمنى على اليمين والجهة اليسرى على اليسار. right left. بعكس الفراشات، الفراشات كانوا هن على اليسار والزهرة على اليمين، أما الدجاجات فهن على اليمين وبيتهم على اليسار. ننتبه كتير منيح على الجهة اللي بدنا إياها، إذا كانت على اليسار أو على اليمين لازم ننتبه، لأنه هن جهتين مختلفتين عن بعضهم. فإذا نطلعوا منيح عليهم وراقبون، وإنتوا رسمون عندكم بالجهة الصحيحة، الفراشات على اليسار، الزهرات على اليمين، left right. أما هون الدجاجات على اليمين والبيوت تبعهم على اليسار، right left. وهلأ حتى تتذكروا اليسار واليمين، في عنا أغنية كتير حلوة مع رقصة صغيرة، حضروا حالكم حتى تعملوا الحركات معي. هي بتقول، رح نعد فيها 1 2 3 4 لليمين سر، 1 2 3 4 لليسار در. وقفوا وعملوا مثلي، 1 2 3 4 لليمين سر، 1 2 3 4 لليسار در. بعدين منقول اليمين هكذا واليسار هكذا، وأنا محتار بين يمين ويسار. اوكي جاهزين؟ رح قلكن اياها هلأ مع اللحن، اسمعوا كتير منيح. بتقول هيك، 1 2 3 4 لليمين سر، 1 2 3 4 لليسار در، 1 2 3 4 لليمين سر، 1 2 3 4 لليسار در. اليمين هكذا واليسار هكذا، وأنا محتار بين يمين ويسار. اليمين هكذا واليسار هكذا، وأنا محتار بين يمين ويسار. يمين يسار يمين يسار يمين يسار. هي تذكروا انتو كمان وين اليمين وين اليسار، وارجعوا عيدوا هيدي الأغنية هلأ مع الموسيقى، كرروها حتى تحفظوها كتير منيح. واحد اثنان ثلاثة أربعة لليمين سر، واحد اثنان ثلاثة أربعة لليسار در، واحد اثنان ثلاثة أربعة لليمين سر، واحد اثنان ثلاثة أربعة لليسار در. اليمين هكذا واليسار هكذا، وأنا محتار بين يمين ويسار. اليمين هكذا واليسار هكذا، وأنا محتار بين يمين ويسار. يمين يسار يمين يسار يمين يسار. هي أضع دائرة حول الغرض الذي عن يميني. هل هذا عن يميني؟ كلا، غير صحيح. نعم صحيح. أضع دائرة حول الغرض الذي عن يساري. هل هذا عن يساري؟ نعم صحيح. أضع دائرة حول الغرض الذي عن يميني. هل هذا عن يميني؟ نعم صحيح. أضع دائرة حول الغرض الذي عن يساري. هل هذا عن يساري؟
نعم صحيح. أضع دائرة حول الغرض الذي عن يميني. هل هذا عن يميني؟ كلا، غير صحيح. نعم صحيح. أضع دائرة حول الغرض الذي عن يساري. هل هذا عن يساري؟ نعم صحيح. هلا أصدقائي صار الوقت لحتى نعمل فقرة الأشغال اليدوية لحتى نطبق درس اللي تعلمناه اليوم مع بعض. اليوم عم نحكي عن اليمين واليسار. فكرت أنا إنه بريق الشاي عادة يلي منحط منه شاي بيكون عنده مسكة واحدة منمسكه فيها من الجهة اليمنى إذا بدكن حتى نمسكها بإيدنا اليمين، ومن الجهة اليسرى بيكون في عنده المكان يلي منقدر نسكب منه الشاي. فإذا البريق في عنده جهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، كل واحدة منهم في عندها شيء حتى نستعمله فيه، يعني هون بنمسكه وهون بنسكب منه الشاي. من اليمين من الجهة اليمنى بنمسكه في له مسكة، ومن الجهة اليسرى نسكب منه الشاي. رح أعلمكم ترسموا هيدا البريق. حتى ترسموه أنتوا لازم تعملوا دائرة كبيرة شوي رح أرسمها أنا بالقلم الأسود حتى تشوفوها. بهيدا الدائرة من فوق رح نعمل له الغطاء بهيدا الشكل، وبعدين من جهة رح نعمل له المسكة من الجهة اليمنى، ومن الجهة اليسرى رح نعمل مطرح ما نسكب منه الشاي. فينا هلا اكيد نقصه على الخط الاسود يلي نحنا رسمنا فيه، واكيد رح نطلب من حدا كبير يساعدنا حتى ما نأذي حالنا ونقص ايدنا بالمقص، لانه ممكن انه يجرحنا ويأذينا. انا اخترت ورقة عليها عدة ألوان، بيضة بس عليها ورد وفراشات صغيرة من عدة ألوان، وانتو فيكن تختاروا اللون يلي انتو بتحبوه حتى تعملوا هيدا البريق تبع الشاي. عم قص على الخط يلي أنا رسمته لحتى يطلع الشكل المظبوط. هيدا البريق يلي عملته هلا، وأنا كنت عامله بريق تاني شوي مختلف عنه لأنه غير لون ورقة بس بيشبهه كتير. هلا المسكة حتى نقدر نمسكها لازم تكون مفتوحة من النص مثل البريق الثاني يلي حضرته أنا من قبل، وهيدا شوي صغيرة صعبة إنه نقدر نعملها، بس فينا نطلب من أهلنا يساعدونا. ومنطوي البريق بهيدا الشكل ومنقص شوي صغيرة، من بعد ما نقص منفوت منرجع المقص، مش نحنا أكيد حدا كبير، بس نحنا فينا نقلن كيف تعلمنا كيف منطويه وكيف منقص شوي صغيرة، بعدين منفوت المقص ومنقصه من الداخل تنصير نقدر نمسكه بهيدي المسكة. فإذا بهالطريقة بيكون صار عندي بريق يلي بحط فيه شاي وبشرب منه. من الجهة أنا من الجهة هلأ اللي حملتها اليسرى عندي حطيت المسكة، ومن الجهة اليمنى بسكب شاي. إذا بدي أمسكه بإيدي بالمسكة رح تصير المسكة على الجهة اليمنى تبعي the right side، ومن الجهة اليسرى نسكب الشاي. فإذا أنتو
كمان فيكن تبرموا للبريء إذا عملتوا هيك أو هيك، حسب شوفوا بأي إيد أنتوا بتحبوا تمسكوه، بأي إيد بتحبوا تسكبوا منه الشاي. إذا مسكتوه بالإيد اليمين معناتها المسكة هي على اليمين، والمطرح ما منسكب الشاي هي على اليسار. إذا مسكناه باليسار باليد اليسرى بتصير المسكة على اليسار، والمطرح ما منحط الشاي على اليمين. فإذا ما تنسوا، يمين يعني رايت، يسار يعني لفت. ما تنسون أبدا، وتطلعوا دايما على الغرفة أو المكان اللي أنتوا فيه، طلعوا شو فيه على الجهة اليسرى لإلكن، وتطلعوا شو فيه على الجهة اليمنى عندكن. عكسي أنا، الجهة اليمنى عندكن هي هيك، والجهة اليسرى عندكن هي هيك، كأنه أنا بيرما ظهري مثل ما قلت لكم. ذكرون منيح، عملوا هيدا البريء، وكمان خبروا كل رفقاتكن عن هالجهات يلي تعلمناهن اليوم. وهلأ صار الوقت حتى ودعكن، بترككن هلأ مع الأغنية، من بعد ما تخلص الأغنية بتكون خلصت حصتنا لليوم. إلى اللقاء. واحد زائد واحد يساوي اثنان، اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، أربعة زائد واحد يساوي خمسة. واحد زائد واحد يساوي اثنان، اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، أربعة زائد واحد يساوي خمسة. We'll be right back.